خلاص بقى يا استاذ يلا يا جماعه بعد اذنكم خلاص يلا يا جماعه مش بقول لك يلا بعد اذنكم يلا يا جماعه بعد اذنكم انا بتكلم يا جماعه بعد اذنكم ياسر عبد الخالق عبد الغفار يوسف خالد سمير عبد اللطيف عبد العال احمد محمد عبد الله زيدان بالسجن المؤبد يلا يا جماعه بعد اذنكم ياسر عبد الخالق عبد الغفار يوسف خالد سمير